مرحبا أصدقائي الأعزاء، أدعوكم لتشاركوا معي في حصة لصيد السمك. كما ترون هنا لدينا أسماك مختلفة الألوان في هذا الحوض، وهنا لدينا مجموعة من الصنارات. كما ترون لدي صنارة حمراء، وهنا صنارة خضراء، وهنا صنارة وردية، ولدينا هنا صنارة صفراء. كما سنحتاج لصحن به ماء لنضع فيه جميع الأسماك التي سنصطادها، فعلى بركة الله تعالوا معي لنختار الصنارة الحمراء، تبدو جيدة، فلنبدأ. فكما ترون فهنا الأسماك تبدأ بفتح فمها ثم تغلقه، فهي تبحث عن أكل لها، وأنا قمت بتركيب طعم لها. يبدو أنها مهمة صعبة. اليوم سنتعلم أشياء جدا مهمة، منها الصبر والمثابرة والجد، فاصطياد السمك ليس بالشيء الهين. شاهدوا معي، فأنا أحاول أن أجد طريقة ما لاصطياد هذه الأسماك. إنها تفتح فمها وتغلقه بسرعة، يا ترى كيف السبيل لذلك؟ ها، لقد نجحت في اصطياد واحدة. إنها سمكة وردية، إنها جميلة. سوف نضعها الآن في الإناء لكي نحافظ عليها، وسنتابع الآن عملية الاصطياد. كما ترون معي فالعملية صعبة جدا. سأحاول مع هاته. أوه، شيء صعب حقا، لقد أفلتت مني. سأنتظر لتغلق فمها وتمسك بالطعم. لقد نجحت، بدأت بالتعلم. هنا سمكة وردية أخرى، لنحاول مرة أخرى. هناك المزيد. لقد توفقت، إنها سمكة برتقالية جميلة. هذا عمل شاق، يجب أن أتحلى بالصبر والمثابرة. فهناك المزيد، لنتابع محاولاتنا. بدأت أحس بالدوران، هذه الآلة تدور باستمرار. فهناك أسماك سريعة وأخرى بطيئة. أوه، لقد نجحت مرة أخرى، إنها سمكة وردية أخرى. يبدو أنني موفق مع هذا النوع من السمك، ويقال أن السمك لديه ذاكرة ضعيفة، لكني سأتابع عملي وأتحلى بالصبر لأصطاد المزيد. فالجميع ينتظرني لأجلب لهم حصة من السمك لطبخها وأكلها. وهنا نجحت باصطياد سمكة زرقاء. وهنا أخرى وردية. أصبحت أحس أنني أكتسب خبرة في اصطياد الأسماك. لنتابع معا. يا فرحتا، سمكة جديدة برتقالية. سأتابع وأتابر حتى أصبح صيادا محترفا تهابه جميع الأسماك. أصدقائي، هذه اللعبة شيقة، يمكن أن نلعبها جماعة كما يمكن أن نلعبها بمفردنا.
سوف أشاركها مع أصدقائي لنتعاون على اصطياد المزيد والمزيد. إنها تدور وتدور، ماذا عساي أن أفعل؟ لقد بدأت بالتعب، لكني لن أستسلم. فلم يتبقى الكثير، لقد نجحت. لنتابع مرة أخرى، سوف أنجح وأنجح وأنجح. فكما يقال، من جد وجد، ومن زرع حصد. هذا جيد، لقد أمسكت بالطعم. هيا بنا أصدقائي الأعزاء، تابعوا في تشجيعي. هنا أنتظر حتى تغلق فمها. أوه، لقد أفلتت مني، لكني تمكنت من إعادتها. بقي الآن 5 أسماك. لنحاول مرة أخرى أصدقائي الأعزاء، إليكم الآن الطريقة الفعالة. لقد أصبحت محترفا فعلا. سوف أعود إلى المنزل حاملا معي الكثير من السمك الطازج، وسوف نطبخ معا وجبة طرية وشهية. أصدقائي، أنتم تعلمون أن السمك لديه فوائد كثيرة على صحتكم، فأنا أنصحكم بتناول جميع أنواعه بشكل دوري حتى تستفيدوا منه. هنا بقيت سمكة واحدة، يبدو أنها برتقالية. كيف أفعل لاصطيادها؟ إنها تفلت، يبدو أنها الأذكى من بين جميع الأسماك. إنها تحاول الإفلات مني، لكني مصر على اصطيادها. لقد نجحت وأنهيت مهمتي بنجاح. هنا نرى طبقا شهيا من الأسماك، يا سلام. لقد انتهت حصة صيد الأسماك. أتمنى أن تكونوا أصدقائي الصغار استفدتم وأن هذا الفيديو أعجبكم. أدعوكم لمشاركته مع أصدقائكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.